برأيك هل تعتقد أن الاتحاد الأوروبي وقادة وزعماء الاتحاد الأوروبي سيقفون على قول واحد بعد هذه القمة، خصوصا إذا ما شاهدنا المواقف الأوروبية المتضاربة خلال العام هذا فيما يتعلق بالجائحة أو غيرها؟ نعم أستاذ محمد، الاتحاد الأوروبي منح تركيا سياسة الجزرة والفرصة. كان هناك انقسام أوروبي في المواقف ما بين ألمانيا التي تحبذ ربما الوساطة والحوار، وما بين فرنسا التي تريد أو كانت ترغب في سياسة متشددة لردع تركيا. أعتقد مع انكشاف الموقف التركي وسياسة حافة الهوية التي اتبعها تركيا أردوغان واستخدام أوراق الابتزاز سواء ورقة المهاجرين أو ورقة روسيا أو ورقة التصعيد العسكري، أصبح الآن هناك قناعة أوروبية لدى كل الأطراف بأن تركيا أردوغان أصبحت عبئا على حلف الأطلسي، عبئا على القارة الأوروبية، مصدر للتوتر وعدم الاستقرار. وقوى من هذا التقارب الأمريكي، خاصة أن الموقف الأمريكي أصبح أكثر وضوحا عما ذي قبل. يعني وزير الخارجية بومبيو في الاجتماع الأخير لحلف الناتو انتقد السياسة التركية، انتقد هذه الاستفزازات، وبالتالي أصبحت تركيا الآن تركيا أردوغان عبء. الاتحاد الأوروبي حاول أن يفصل أو بين تركيا الحليف التقليدي الاستراتيجي وعدم تحوله إلى الاتحاد السوفيتي أو روسيا، وبين تركيا أردوغان التي تسببت خلال العام الأخير في ارتفاع منسوب التوتر. وبالتالي هنا أصبح الاتحاد لديه قناعة بأن سياسة العصا وسياسة العقوبات هي التي ستكون مجدية مع تركيا أردوغان، لأن هناك أوضاع تركية صعبة، الاقتصاد التركي لا يتحمل أي عقوبات. أردوغان يحاول من خلال هذه التدخلات الخارجية التغطية على التراجع الاقتصادي وحشد ما يسمى القومية التركية، ولذلك على خلاف ربما المواقف السابقة والقمم السابقة قد نشهد تحولا كبيرا واتخاذ مواقف أكثر حسما في القمة المقبلة.